طب لما حضرتك بقى رجعتي مصر ورجعتي تاني للتلفزيون والولاد كبروا، كبروا فانت شوية. بقيت حضرتك مشغولة اكتر، ناجحة نجمة، هو دكتور ومعروف وكل وهو حاجة، برضو ناجح أستاذ في ناجح الجامعة وبيعمل تمام شغله حد عظيم، كبير. بس الشهرة عندك انت، الشهرة ايه؟ الشهرة عند حضرتك، يعني انت بالإضافة لكل ده في شهرة، هل نون ده فيس عمل أي يعني، مشكلة؟ كشهرة نون فيس مش كاسم فقط يعني. وش حضرتك معروف أكتر من أيوة. الدكتور، لا دي ما تفرقش معاه خالص، هو بيبقى فخور. ما بيغيرش. لا نو ده راجل جميل، نو كل نو نو تصرف بيقول كده. ازاي؟ نو 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 اختاروا صح، اختاروا صح ازاي؟ زي الناس، قولنا زي الناس زي ازاي؟ اهو انا قلت اهو. مع حب، ما هو كل الناس بيعتقدوا ان هم بيحبوا وبعدين بياخدوا بعد كده. لا ما هو يمكن لازم يعني الموضوع يعني يتاخد بايه، بوقت، انما انا ملاحظه الحاجات دي بتبقى بسرعه ساعات دلوقتي ومن غير ما زياده عن تبص اللزوم. للأصل، وهو ولاد أصول يعني، بيختلط علينا الأمر، حد معاه فلوس فيبقى ده كويس، يعني ما بنختارش قيم ورسوخ يعني كده. عمرنا ما حد قال فلوسي فلوسك، لا مفيش حاجه كده. هو في درج كده، هو ما يجيب تحطوا فلوس فيه يحط، الحاجة. انا اجيب فلوس احط، خلاص بس مثلا. طبعا طيب ده معناه ايه برضو؟ معناه ان المشاركة، انتي وحده، ان انتوا وحده، احنا مش واحد، مش انا وانت. ايوه احنا وحده سوا، وحده يعني، انتي فاهمه ازاي؟ وبتاخدي وانتوا اتنين بتاخدوا قرارات مع بعض، انتوا الاتنين طبعا بتشوفوا الحياه طبعا تمشي ازاي. بالظبط. وبنشوف يا ترى احنا نقدر نصرف ده دلوقتي ولا لا. احنا انا بستغرب يا بنات على الناس اللي عايزه تلم تعمل بيت من قد كده. ليه؟ ليه؟ ما هو خطوات، احنا نصنعها مع بعض نحس بيها اكتر، الحياة خطوات، صح؟ حتى تبقي انتي فرحانة انك انتي بانجازك ده انجاز. بتنجزي وانتي اللي بتعملي وانتي. فكرة ان انا ابقى مدخلة البنت جاهزة من كله والولد جاهز من كله انا شايفة ان ده مش والاوض، صح. وانا لا لا كمان لا، ده انا رونج، ده مقتنعة غلط، بوجهة ده النظر دي. غلط، لا ده غلط. في حدود، واخده بالك؟ حبه حبه. بصي لازم الدنيا تيجي. انت ما سمعتيش الريس لما كان بيشوف على ال ايه الستات اللي في اللي بيتسجنوا علشان خاطر خاطر صح، عشان المرأة المايلة يجيبوا أو للولاد الغارمات بيعملوا غارمات. الغارمات. بالظبط كده، طيب حضرتك مش معقول. لمدة 18 سنة حضرتك مذيعة في الرئاسة، لمدة 18 سنة حضرتك مذيعة في الرئاسة، بتنقلي النشاط الرئاسي للسيدة سوزان مبارك. بعدي بقى. الفترة دي، السنين دي، لا لا أضافت لك لا إيه لا، مدام سوزان، وشهادتك على سوزان هانم ايه، او سيدة سوزان مبارك؟ لا طبعا، الست دي عملت شغل كتير جدا جدا جدا، مكتبة الأسرة حاجة شالت، بصي رائعة وستبقى، شالت ده على حقيقي. الناس، واخدة بالك ازاي؟ يعني قراءة للجميع، مؤتمر سكان عشان نقلل الخلفة، واخدة بالك؟ وتنظيم أسرة. فاكرين مدام كريمة مختار الله يرحمها؟ الله يرحمه. كان في يعني الحقيقة، لا الست دي ست ممتازة متعلمة، وخلي بالك إن هي مؤمنة هي اللي بالقضية.